خليني ألتجئ للسؤال الأول أخ مجدي، سؤال الملائكة للمريمات اللي أجوا أول الأسبوع بالباكر في الفجر، وكان السؤال ممزوج يمكن بعلامة استفهام، لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ كأنه المفروض تكونوا عارفين، نسيتوا، تذكروا شو الكلام اللي حكى الكياتو في الجليل أولا. فبيسأل هذا السؤال بعلامة استعجاب، وكأنه بعدين بيعطيهن الجواب، لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا لكنه قام. إيه اللي عاوز تحكي لنا أخ مجدي؟ أولا يعني بادئ أنت بدء، شوف في مطلع الإصحاح يقول إيه، ثم في أول الأسبوع أول الفجر. فهو الموضوع الأول، أول المواضيع كلها موضوع قيامة الرب يسوع المسيح. لكن وإحنا بنجاوب على سؤال بلا جواب، لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ الحقيقة السؤال ده هو من الملاك، كان سؤال استغراب وسؤال عتاب واستعجاب واستعجاب. فلما بيقول لهم كده بيقول لهم كده ليه يا قسيس؟ لأني الحياة اللي عاشها الرب يسوع لما وطأت أقدامه الأرض حياة متميزة جداً.